طيب احنا دايما بنتكلم مع حضراتكم عن النادي الاهلي في رياضاته والعابه المختلفه، وان دايما بنتكلم برضو بمنتهى الاهتمام بمساله روح الفريق وروح الفانيلا الحمراء والتدريبات المكثفه وكل التفاصيل اللي بتخلي دايما في مجهود كبير جدا بيتحقق بعديه دايما انجاز كبير جدا. هو ده النادي الاهلي كالعاده. احنا الحقيقه قضينا يوم في اكاديميه السباحه بالنادي الاهلي مع لاعبي السباحه وكره الماء وحضرنا تدريباتهم اللي كانت في عز البرد. يعني دايما الحقيقه دايما كل الناس اللي بيلعبوا سباحه ووتر بول بصفه خاصه، صيف شتاء جو حر جو رصاص، في كل الاحوال لعيبه رجاله بينزلوا الميه وبيتدربوا وبيحصدوا كمان بطولات مهمه جدا. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. احنا عندنا اي حد بيخش في جو الاكاديميه احنا لينا في سيستم محطوط من قبل اداره الاكاديميه واداره الجهاز بالكامل. السيستم ده بنعود الولاد ان هم خلاص انت متعود على الفوز، انت النادي الاهلي دايما في الاوائل، لازم تكون انت الاول، لازم يكون النادي الاهلي دايما رقم واحد في البطولات اللي بيشارك فيها. من هنا بننمي ده من الصغر، ومع مرور الوقت الولد او الطفل اللي موجود معانا بيبتدي خلاص ده بيبقى مزروع جواه، هو دايما بيبقى عنده حافز ان هو دايما يبقى الاول. بنجهز طبعا ده، بنعدهم على باحدث البرامج التعليميه، من بدايه من التعليم مراحل التعليم الاولانيه خالص لحد ما بنوصل الاعداد للبطولات. زي بس احنا عندنا حاليا فريق مواليد 2010 بنجهزه للمشاركه في اول بطوله ليه. الفريق دوت هيشارك ان شاء الله في شهر 5 اللي جاي في اول بطوله ليه. احنا بنحاول بقدر الامكان نحاول نحفز الاولاد ان هم يبقوا يعني عندهم استعداد ان هم في ظل الظروف دي ان هم يعوموا، وفي نفس الوقت بيحافظوا على التباعد بينهم، وبنحاول ان على قد ما بنقدر ان هم ما نخليش في تجمعات. في بنقسم الاولاد لمجاميع، احنا بنقسم الاولاد لمجاميع وبنحاول نكون في مسافات بينهم على قد ما بنقدر، وما بنطلعهمش حتى بعد ما نخلص التمرين بنطلعهم على مجموعات، يعني ما بنطلعهمش كلهم مره واحده، بحيث نحافظ ان الاوضه الغرفه بتاع خلع الملابس ما بيبقاش فيها عدد كتير. يعني طبعا احنا في الاول وفي الاخر بنحاول نحافظ على قد ما نقدر على صحه الاولاد، فبدل ما كنا بنعمل 5-6 تمارين في الاسبوع بدانا نقلل عشان موضوع الكورونا، وبنمرن 3 مرات منهم مرتين بالليل مثلا ومره الصبح، وبناخد بالنا طبعا في اوضه اللبس ان اللعيبه وهي بتستحمى مثلا يبقى في برده تباعد في التمرين، برضه يبقى في برضه تباعد وهكذا. بص احنا الاول برضه في الاخر بنختصر على موضوع ان هو احنا نعلمه كره ميه في الاول، لان ان هو ياخد حته الروح بتاعت البطولات دي لسه ما بتبقاش دلوقتي، بس هو في الاول وفي الاخر عارف ان هو جاي النادي الاهلي رقم واحد، فدي بنوصلها له منتالي الاول. بعد كده مع التمرينات وان هو يبدا يخش ماتشات بيبقى عارف النادي الاهلي لازم يعلق ميداليه ذهب، فبيتفرج على الناس الكبيره زي فرقه عمومي وفرقه 2003 فرقه 2005، بيعرف النادي الاهلي لازم ياخد بطوله وهكذا. انا شايف انها بتيجي من الفيجن، ان هو الولد الصغير بيبقى قاعد النهارده في النادي شايف الدرجه الاولى بتلعب فاينل وبتكسب، شايف الاهلي في الكوره بسم الله ما شاء الله الثلاثيه، يعني هو عايش اصلا في القصه دي. غير ان انت بقى كمدرب بتيجي بتشحنه حتى وهو بيلعب تقسيمه او بيلعب جيم، هو عايز خلاص اتزرعت فيه ان هو عايز يكسب، شايف القدوه بالنسبه له بتكسب، فهو عايز انا اكسب زيه من وانا صغير. فهي دي الحته اللي هي من جوه مزروعه اوريدي في الولاد، فانت انت بتديها، بس هي الحمد لله بتلاقي 99% منها موجود اصلا من الولد، لانه شايف ونفسه يبقى كده. هو جاي لك عشان هو نفسه ياخد ميداليه المركز الاول ويمسك الكاس، فهو اصلا متشوق ليها، انت بس بتحطه على الطريق بتلاقي الدنيا مشيت الحمد لله. احنا السيستم بتاع العمل في اكاديميه السباحه بالنادي الاهلي بيخص الثلاث فروع، فرع الشيخ زايد، فرع الجزيره، فرع مدينه نصر. فالاجراءات اللي بتتعمل واحده في كل الفروع، ان الطفل بيعامل معامله تليق بيه، معامله تربويه صحيحه ومعامله فنيه. المعامله التربويه انه الطفل يجب ان احنا نعامله حسب المرحله السنيه بتاعته. الجزء الفني ان احنا بنمرن الطفل بناء على المعطيات اللي هو جاي لنا بيها، يعني لو هو جاي لي ما بيعرفش يسبحها خالص فانا بتعامل معاه على انه مبتدئ، لو هو جاي لي متعلم جزء من السباحات انا بكملها له.
فده حسب حالة الطفل الفنية وحالة الطفل النفسية وحسب سنه. قبل كل تمرين بقى فيه فتنس، بعد الفتنس بننزل المية، وطبعا كل واحد بيحضر بالكمامة وما ينفعش حد يقلع الكمامة في الحمام وكده، وبننزل نتمرن، وعشان ان شاء الله داخلين على بطولة وكده فالمدربين مخلين بالهم وبنتمرن على اكمل واجب. نتمرن 5 أيام في الاسبوع، في تمارين الصبح وتمارين بالليل وكده، يعني بنتمرن يعني تقريبا التمرين بيبقى 1.5 أو 2 ساعة، والكباتن يعني بيتعاملوا معانا بطريقة طبعا كويسة جدا، وبيتعاملوا معاك مش كأنه كابتن، مش يعني مش مدرب ولاعب، بيتعاملوا معاك كأب وابن أو صاحب وصاحبه وكده بس. يعني كتقرير جميل، ويمكن الجملة اللي ترددت في الآخر دي من اللاعب حلوة قوي، إن هو بيتكلم عن العلاقة ما بين المدرب واللاعب، لازم تكون علاقة قوية. دايما بيبقى كمان اللاعب هو المسؤول بشكل كبير عن نجاح المدرب هو اللي بيكون مسؤول بشكل كبير عن نجاح اللاعب، لأن الشق النفسي أنا دايما مهتمة بيه قوي في كل حاجة. نفسيا لما بيكون اللاعب كمان مؤهل، لما بيكون مرتاح، لما تبقى علاقته بالمدرب حلوة، وعلى فكرة ده ينطبق على كل حاجة، يعني حتى في العمل، حتى في المدرسة. برافو عليك. تلاقي بني آدم أو التلميذ نفسه بقى أفضل، بيبقى أذكى، بيبقى عنده ثقة أكتر. فبتهيالي دي نقطة يعني يمكن قالها عابرة كده، لكن هي نقطة ممكن إحنا يعني كان لازم نقف عندها، لأن هي نقطة مهمة جدا.